بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. معاكم دكتور طارق الوليلي، أستاذ طب الأطفال، كلية الطب جامعة اسكندرية. يمكن في الجزئية دي الحقيقة هنتكلم ليه بقى الكوفيد 19 أخطر بكتير من الإنفلونزا العادية أو الإنفلونزا الموسمية اللي احنا بنتعرض لها كل يوم وفي السيزون ده كل من كل سنة. هو هنا الحقيقة المشكلة كمان إن دايما اللي هو بيقولوا عليه infectivity اللي هو قدرة الفيروس على الانتشار وإحداث العدوى. الانفكتيفيتي ريت هنا في النسبة للكوفيد 19 عالي جدا، واحد تقريبا لكل 2.5-3، لكن بالانفلونزا فيروس 1-1، فيبقى العدوى من 1-1. لكن بالنسبة للكوفيد 19 لا، المشكلة أكبر بكتير قوي، لأنها من 1-3 أو 2.5، فيبقى من 1-3، 1-3 دول في 3 بقوا 9، بقوا ايه 9-9، بقوا 81، بقوا الاف في وقت قصير جدا جدا. وده اللي بيحصل الحقيقه مع مدى الانتشار السريع للفيروس ده. الحاجه الثانيه الحقيقه اصابته للجهاز التنفسي هنا ما بتبقاش اصابه محدوده في الايه في الجهاز التنفسي العلوي ويسقط، لا ده هو هنا بيمتد للجهاز التنفسي السفلي للرئه وخلاياها. مدى الرينج بتاع العدوى طويل، مش زي الانفلونزا العاديه. الانفلونزا العاديه هتقف في وقت معين واخراج الفيروس مع الرذاذ هيطلع لفتره قصيره، لكن هنا الحقيقه بتحصل من يومين لحد اسبوعين لحد 14 يوم، فالمستوى الطويل اللي بيحصل فيه تعرض او خروج لجزيئات الفيروس مع الرذاذ المتطاير، فبالتالي مستوى العدوى هيبقى طويل. واخطر جزء فيه انه بيحصل في اللي هو يقولوا عليه اسيمتوماتيك، او المنظمه الصحه العالميه دلوقتي بتقول عليه بري سيمتوماتيك. يعني اسيمتوماتيك يعني بدون اعراض، وبري سيمتوماتيك يعني قبل ما تظهر عليه اعراض ايا كان. ففي الحاله دي الفيروس هينتشر بطريقه اكتر. كونه بيصيب الخلايا بتاعت الجهاز التنفسي السفلي دي مشكله كبيره جدا، هي دي اللي بتودي لنا المضاعفات اللي بتحدث الوفاه. ليه؟ لانه هو هنا الحقيقه بيخش على الخلايا بتاعه الحويصلات الهوائيه، الخلايا بتاعه الشعيبات اللي هي الفروع الدقيقه بتاعه الشعب الهوائيه، وده اللي بيأثر عليه ويحصل تلف، وتلف سريع لانسجه الرئه. هنا بيأثر الحقيقه عن طريق انه بيطلع مواد مثبته او محفزه للالتهاب، والالتهاب ده بيبقى سريع وبيأثر جدا على النسيج الرئوي، وبالتالي بيحصل فشل رئوي في فتره قصيره قوي. علشان كده الحقيقه الكلام كله ان الناس اللي عندهم قدره عاليه على ان يكون عندهم مرض في الرئه من قبل، ده بيزود عندهم الاعراض. الناس اللي هم المرضى بتوع القلب اللي بياخدوا ادويه عشان تظبط الضغط، دول برضو عندهم. ليه؟ لان هو بيشتغل على مكان في الخليه بتاعه الرئه اللي هو احنا بالتعبير الطبي بنقول عليه اي سي 1 و 2. الاي سي اي اللي هو عباره عن انزيم اللي هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، ده بيشتغل كمحطه، كمكان يلتصق فيه الفيروس ويخش جوه الخليه عشان يبتدي يتحكم في وظائفها. هنا الحقيقه الناس اللي لقوا ان الناس اللي بتاخد ادويه محبطه للانزيم ده عشان تظبط الضغط، ده بيزود اللي هو الانزيم نمبر 2 اللي هو نمره 2، ونمره 2 ده هو فعلا المكان اللي بيخش منه الفيروس. فكل واحد ما يبقى عنده اي سي تي ريسبتورز يعني مستقبلات بكميه اكبر، كل ما تبقى فيه فرصه اكتر، وده بيزيد ويز ايج. وده يمكن اللي بيفسر شويه ان في السن الصغير الحكايه دي ما هياش عاليه قوي، لان المستقبلات دول اقل شويه في الاطفال، وان كان ده طبعا علميا لسه ما ثبتش بالدليل القاطع. فهو كونه بيهاجم ده بيفقد الخليه دي وظيفتها. وظيفه الاي سي 2 هنا في الحته دي اللي هو بيحافظ على فازو دايليتيشن وبرونكو دايليتيشن، يعني بيحافظ على ان الاوعيه الدمويه تبقى محتفظه بدمها ومتمدده بطريقه كويسه، وفي نفس الوقت الشعب مفتوحه. عشان كده الاعراض الحقيقه بتيجي في كحه شديده، ضيق في التنفس، وفشل رئوي سريع جدا.
فلو احنا قدرنا نتعامل مع الجزئية دي يمكن يكون احسن شوية. علشان كده الحقيقة العلم بيفكر دلوقتي انه يتعامل بطريقة مستحدثة جدا، انه بيتكلموا على اللي هو الايه المحفزات للالتهاب زي الانتروبيوكن 1 وانتروبيوكن 6 اللي هو اي ال 1 واي ال 6، وابتدوا يعملوا لهم مضادات علشان توقف الالتهاب في محله، وبالتالي الانسان يقدر يتعامل معاه.